قال باحث أمريكي إن قطر كانت ملاذا لتنظيم الإخوان الإرهابي، محذرا من أن قناة الجزيرة القطرية تمثل بوقا إعلاميا لأيديولوجيات متطرفة وإرهابية تهدف للتأثير على الجمهور الأمريكي بشكل غير مشروع وتهدد الديمقراطية في بلاده. وأكد الباحث في مجموعة الدراسات الأمنية بواشنطن أن الدوحة أصبحت قاعدة العمليات الأكثر ترحيبا بالإخوان بعد حظر مصر للتنظيم في ستينيات القرن الماضي. وشدد الباحث الأمريكي على أن قناة الجزيرة ليست أكثر من أداة استعراض قوة للنظام القطري، مهمتها دائما هي دعم الدوحة والتنظيم الإرهابي في الهجوم على عدد من الدول العربية.